هدف بطولة افريقيا للمحليين بشكل رسمي اسوري مدرب نادي الزمالك بيعطي الضوء الاخضر لادارة نادي الزمالك ولجنة الكرة بنادي الزمالك للتعاقد مع هذا النجم وهذا اللاعب. من خلال حلقة النهاردة كده هعرض لك بالفيديو اهم اهداف ومهارات وتحركات وارقام لاعبنا الجديد ان شاء الله، فتابع معايا الفيديو لحد الاخر عشان ما يفوتكش اي حاجة في التفاصيل هذه الصفقة. تابع معايا الفيديو لحد الاخر وما تنساش دعمني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتعالى لي على التفاصيل. في البداية كده اللاعب اسمه ايمن محيوس، مهاجم وسترايكر صريح، ده مركزه وبيلعب في اتحاد العاصمة الجزائري، وجنسيته طبعا جزائري، وعمره 25 عام، عمر مميز جدا جدا ومستقبل في خط هجوم نادي الزمالك اذا انتهت الصفقة بشكل رسمي، فلاعب هيكون مهم، سنه صغير مميز ولفت الانظار بعد ما توج هدافا لبطولة افريقيا للمحليين وظهر فيها بمستوى لافت للنظر، ده غير انه ظهر بمستوى كويس جدا جدا في بطولة الكونفدرالية. المهم بعد ما اسري وابدى موافقته على انضمام هذا اللاعب لنادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك يعني تواصلوا بشكل رسمي مع وكيل اللاعب اللي اكد لهم ترحيب اللاعب في اللعب في مصر وتمثيل نادي الزمالك كبير مصر وافريقيا، وعلى استعداد الانضمام لنادي الزمالك في حال تقديم نادي الزمالك عرض رسمي لنادي اتحاد العاصمه الجزائري، لان طبعا اللاعب عقده مكمل مع اتحاد العاصمه الجزائري، واللاعب من ناحيته اكد لنادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك واكد لوكيله انه ما عندوش مشكله للعب في نادي الزمالك، واذا تم تقديم عرض رسمي مميز لاتحاد العاصمه ووافقت اتحاد العاصمة على بيع اللاعب، اللاعب ما عندوش مشكلة الانتقال لنادي الزمالك. وبالمناسبة اللاعب عنده عروض كتيرة جدا جدا واهمها من الخليج، وتحديدا عنده عرض تاني مع نادي الزمالك من الدوري القطري. بقى نروح للارقام، لحاجة بتحبها الناس طبعا وبتحب تعرف ارقام اللاعب دايما. اللاعب شارك في 26 مباراة مع فريقه هذا الموسم ونجح في تسجيل 9 اهداف وصناعة هدف، اذا ساهم في 26 مباراة ساهم في 10 اهداف مع فريقه. معدل تهديف جيد، مش احسن حاجة، ولكن مهاجم واعد جدا جدا جدا، ظهر في البطولة الافريقية والكونفدرالية اللي حصلوا عليها فريقه بشكل مميز، ظهر في بطولة افريقيا للمحليين بشكل لافت للنظر، ومش بس كده ده توج هدافة للبطولة ديت اللي نادي الجزائر او منتخب الجزائر خرج منها في الادوار او الدور النهائي امام السنغال بركلات الترجيح، فظهر بمستوى لافت للنظر مع المنتخب الجزائري، وظهر بمستوى لافت للنظر ايضا مع اتحاد العاصمة الجزائري. المهم دلوقتي هسيبك مع فيديو فيه اهم اهداف ومهارات وتحركات لعبنا الجديد ان شاء الله، هسيبك تستمتع بالفيديو. سلام.